السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناة محسن إلكترو. درسنا لهذا اليوم وهو طريقة تهكير جهاز بلاي ستيشن 4 للتحديث 7.055. كما ترون جهازي على التحديث 7.055، كذلك الطريقة تصلح للذين على التحديث 7.050 والتحديث 7.051. الآن نقوم بربط الجهاز بلاي ستيشن بشبكة الانترنت كما ترون. سوف أقوم باختبار شبكة الانترنت. الآن نقوم بحذف ملفات تعريف ومسح بيانات الموقع الويب هكذا، ثم نقوم بكتابة الموقع التالي محسن إلكترو. فأنا لا أنصح بتحويل جهازكم إلى تحديث 7.055 لأن هذه الطريقة غير مستقرة حاليا. هذه الطريقة تصلح للأشخاص الذين على تحديث 7.050 أو 7.051 أو 7.055، ولا أنصح بالتحويل من 7.02 إلى هذا التحديث اللي نقوم بهذه الطريقة، فهي غير مستقرة، تؤدي بالانطفاء إلى الجهاز عدة مرات، وكذلك رسالة الذاكرة ممتلئة تظهر بشكل كثير جدا. الآن بعد كتابة هذا الموقع قم بالضغط إلى بدء أو الذهاب، ثم نضغط على PS47.5X هنا كما ترون هنا، ثم نذهب إلى ميرا ثم نضغط هنا. كما ترون هنا التحديث مر وبدون أن تظهر رسالة الذاكرة ممتلئة، نتمنى أن يمر بشكل سليم. بعد انطفاء الجهاز وإعادة تشغيله لم يمر التهكير، سنقوم بإعادة مرة أخرى، ننتظر إلى حين الجهاز أن يقوم بإعادة التشغيل. كما ترون التهكير لازال غير مستقر، يؤدي إلى انطفاء الجهاز. نقوم بالذهاب إلى عدم الإبلاغ. نقوم بالدخول مرة أخرى إلى الموقع، ثم نذهب إلى هنا، ثم إلى ميرا. كما ترون هنا ظهرت رسالة الذاكرة ممتلئة.
طارت الرسالة حوالي 11 مرة و 12 مرة كما ترون. الآن نتمنى أن لا ينطفئ الجهاز، ننتظر قليلا. الجهاز لم ينطفئ. حين تفعيل التهكير يقوم الجهاز بالرجوع إلى الواجهة الرئيسية كما ترون. الجهاز لم ينطفئ، لقد قمنا بتهكير الجهاز على التحديث 7.55. الآن نذهب إلى إعدادات لنرى. قمنا بإعدادات كما ترون ديبونك سيتينج. كما ترون الآن جهازي على التحديث 7.55. وإلى هنا ينتهي الدرس لهذا اليوم، وهو طريقة تهكير جهاز على التحديث 7.55. أنا لا أنصح الآن بالتحويل إلى هذا التحديث لأنه غير مستقر ويؤدي إلى انطفاء الجهاز إلى حين استقرار التحديث. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.